أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. يعتقد البعض بأن الديانة المسيحية ديانة بدون تشريع أو ضوابط، فكل شيء في المسيحية مباح، وأكبر دليل على ذلك ما نراه من شذوذ وانحلال أخلاقي يعيشه المجتمع الغربي المسيحي. لا أمانة ولا أمن، لا سلم ولا سلام، لا حلالا يحلل ولا حراما يحرم، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، كما أنهم لا يمنعون من أكل لحم الخنزير وغيره من النجاسات، فلا يفرقون بين الطاهر والنجس. مجتمع يشتكي نقص في الوازع الديني. ولكن هل فعلا لا توجد شريعة ولا ضوابط ولا تعاليم في المسيحية؟ وهل تركوا يتخبطون لا يعرفون ما الحلال وما الحرام؟ وللتوضيح أولا، ليس كل من اسمه بيتر أو جاك أو يعيش في الغرب مسيحيا، فكونك ابنا لأبوين مسيحيين لا يجعلك مسيحيا بالضرورة. فالمسيحية علاقة واختبار شخصي وحياة مع المسيح، فالمسيحي يجب أن يقبل المسيح في حياته ليعتبر مسيحيا. فأرجو عدم إلصاق أي تصرف من أي شخص بالمسيحية ولو كان مسيحيا، بل لتكن عيونكم وأذهانكم على المسيح دائما. إن في الاعتقاد بأن المسيحيين قوما بلا شريعة ولا ضوابط اعتقاد عار عن الصحة، بل إن الدين المسيحي أكثر شدة في إرساء قواعد حسن الخلق والتعامل ورفع النفس البشرية إلى أعلى مراتب الروحية. فبالإضافة إلى الوصايا العشر والتي يؤمن بها المسيحيون ويطبقونها، فقد أوصاهم السيد المسيح بما هو كفيل أن يرفعهم إلى أسمى درجة النقاء والقداسة. فبالإضافة إلى الوصايا العشر وهي: لا يكن لك إله آخر، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا تسجد له أو تعبده، لا تحلف باسم إلهك باطلا، اذكر يوم السبت لتقدسه، اكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة الزور، لا تشتهي بيت قريبك ولا شيئا مما له. إذن كذلك المسيحية متشابهة كباقي الديانات في تلك الوصايا. ولكن في المسيحية رفع المسيح منزلة النفس البشرية إلى أعلى مستويات النقاء والطهارة، وذلك من خلال إعادة بناء وتجديد قيم ومفاهيم الإنسان، ليجعل منه إنسانا مقدسا نقيا. تلك التعاليم والوصايا الخالدة التي لو طبقها العالم لكنا في أفضل حال. ولنفهم تعاليم المسيح أحبتي، يجب أن نعلم أولا بأن كل تعاليم وبشارة ونعمة وخلاص المسيح لنا أساسها ومصدرها المحبة، فأن أول وصايا السيد المسيح وأعظمها هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وفي الثانية مثلها أن تحب قريبك كنفسك. بل ليست للقريب فحسب، بل قال أيضا: سمعتم إنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل تصنعون. كلام غريب يخالف الطبيعة البشرية، أليس كذلك؟ نعم، هو مخالف للطبيعة البشرية، لكن الطبيعة البشرية الشريرة والتي جاء المسيح ليغيرها وينشئ غيرها.
فإذا كان منطق وطبيعة الإنسان أن يكره عدوه، فطبيعة المسيح أن يحبه، وبهذا أوصانا. فكيف لنا أن نكره من أحبهم المسيح وبذل نفسه لأجلهم حتى لو كانوا لنا أعداء؟ ففي المسيح لا نحيا نحن، بل المسيح يحيا فينا. فبالمحبة للجميع وبدون شروط، فهي دستور المسيحية. كما ذهب المسيح أحبتي إلى أعمق وأكبر، فلم يقل لا تزني، بل قال إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وهذا عكس ما قال آخر سبحان مقلب القلوب عند النظر لزوجة غيره. فإن كانت عينك تعثرك فاقلعها والقها عنك قاطعا الطريق على الخطيئة، فلم يعد الفعل هو الخطيئة، بل حتى مجرد التفكير به. أوليس ذلك أشد من قولي لا تزني؟ نعم، إنها قداسة القلب التي سعى المسيح أن تسكن فينا. أما عن الطهارة والنجاسة، فقد قال المسيح ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. نعم، إن القلب الخاطئ الشرير ليس نتاج ما نأكل أو نشرب، ولكنه نتاج ما نفكر به ونفعله. فلو شربت ماء البحر طاهرا وفكرك نجسا ما طهرت، ولو شربت ماء البحر نجسا وفكرك صالحا ما تنجست. يا إخوتي، إن النجاسة ليست في الأكل، بل في القلب والفكر. فبالأحرى أن تكون حريصا على طهارة قلبك لا طعامك. كما أن المسيحية لم تحاصر الإنسان من كل جانب، هذا حرام وهذا حلال، ليكون أسيرا لا يستطيع فعل شيء إلا بفتوى، بل جعلته رقيبا على نفسه ضمن قواعد مسيحية لفرج الصح من الخطأ. فكل شيء مباح لي إذا كان يليق، وكل شيء مباح لي إذا كان يبنيني، وكل شيء مباح لي إذا لم يتسلط علي. ولك أن تقيس على ذلك لتعرف ما يليق بك دون الحاجة لا لفتوى ولا استفسارات. كما منع المسيح الإنسان أن يكون له فكرا شريرا، فأوصاه أن لا يقاوم الشر بالشر أبدا، كما أوصى أن لا نعيش بالسيف، فمن أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ، بل نعيش بكل تواضع ومحبة ورحمة، لا نعيش بأسلوب الشدة والقسوة. نعم، هذه هي المسيحية، لا حقد ولا كره ولا شر ولا نجاسة، بل حب وعطاء وتسامح وعفة، لا حسد ولا تكبر ولا انحلال كما يفهم البعض، أو كما أريد لهم أن يفهموا. إن في الحديث عن تعاليم المسيح ووصاياه في حلقة واحدة تحد عظيم، ولكن لكم أن تقرأوا وتبحثوا لتجدوا حب الله ومجده. واعلموا إن قلبا به المسيح لا يستطيع الشيطان أن يسكنه. سلام المسيح معكم، ولله المجد الدائم إلى الأبد.